السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدار عمي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك للا إلهام. اللهم لك الحمد. عندي لك واحد السؤال. مرحبا. كيقولوا الناس من كيموت الميت لا كان من عائلتك ما تديرش الحنة. نعم. بغيت اختي تهضر معاك. واخا مرحبا للا إلهام. الو. الو السلام عليكم بنتي. صباح الخير عمي، كي داير؟ صباح النور للا، الله يبارك فيك. كصبحتي بخير؟ الحمد لله ربي ونشكره. عتعني شحال تنحمق عليك وعلى البرامج ديالك. اعزك الله بنتي، حافظك الله وراحك، الله يصلحك بنتي. لا تبارك الله عليك، راك كتنورنا والله. شكرا لك للا إلهام والاخت إلهام، شكرا لكم جميعا، حافظكم بارك الله وراحكم. وجوابا بنتي إلهام، ان الميت اذا مات فعلا هناك حزن، لابد ان يحزن الاهل لان القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول الا ما يرضي الله، هكذا كان النبي الكريم يقول الى مات لي شي حبيب او قريب، كان كيقول ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان لا نقول الا ما يرضي الله وان لله وان اليه راجعون وان لفراقك يا فلان كنسميوه لمحزونون. لكن الحنة بالنسبة للميت إلى مات المرأة ديالو، مثلا مات رجل، المرأة كدير حق الله، حق الله ما هو؟ هو تعتد بنفسها 4 أشهر و10. ما هو حق الله؟ راه ماشي هو البيض، البيض هو غير تقاليد وعادات اجتماعية، وخصنا نحافظوا عليه لأنه عرف، وربنا كيقول لنا وامر بالعرف، العرف مأمور به لأنه عرف حسن. الحزن ديال المرأة المتوفى عنها زوجها كتبقى 4 أشهر و10 أيام، ولكن افراد العائله كيحزنوا 3 ايام هو الحزن وانتهى. وكنقولوا الحي ابقى من الميت، الحزن كيبقى في القلب، ولكن مظاهر الحزن نحيدوها، مظاهر الحزن داك السواد وداك ربما النحيب، نحيدوا مظاهر الحزن ونظهروا باننا نحن عاديين، لان الحزن لن ينفع الميت بشيء، وانما الذي ينفع الميت هو الصدقات وأعمال البر والأعمال الصالحة، هي التي تنفع الميت، أما غير ذلك فهو غير مجرد حزن كيبقى على العائلة. هو عرف اجتماعي يقول الناس بأنه إذا مات الميت بعد 3 أيام كنحني. علاش كنحني؟ غير باش أظهر بأنني خرجت من دائرة الحزن إلى دائرة الفرحة، وهو عرف ليس من الدين. المفروض هو أنني غير ما نكونش بين في الحزن بعد 3 أيام، يكون هناك النحيب ويكون هناك التعداد، خصال الميت وفين مشى فلان وخلانا بوحده وازل الجلسة وكذا، كنبقاو نعدد محاسنه. هذا كلام لا ينبغي، بعد 3 أيام كنساليو صافي، وكنستقبلوا الناس اللي غادي يعزيو، وكنقولوا كلمة طيبة، وكنجتمعوا على ذكر الله. إلى جاو الناس كيعزيوك كتكون كنذكروا الله تعالى، وكنختموا الجلسة بالفاتحة، العزو يكون خفيف الظل، ودائما كنذكروا بالله تعالى، وكنختموا بالدعاء، الله يرحم الفقيد، الله يسلي الرحمات، الله يرزقكم الصبر، وهكذا كيكون في الشريعة الإسلامية. أما قضية الحنة هذه كيديروها غير بعد 3 أيام بحال إشارة وإذان على نهاية الحزن، ولا درناها ما فيها بس. الحنة هي من نعيم الجنة، فهي خير وبركه، ما فيها حتى شي اثم ولا عدوان، والله يرحم الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله عمي الحاج، كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله هديه. الله يخليك عمي الحاج، داكشي اللي قلتي قبيله هو اللي كنت باغي نسول عليه. حنايا خويا مات مسكين الله يرحمه في البوطه، نفس ديال البوطه ديال السخانه الدوش. الله 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 الله. عاد السبت اللي فات، وهو اللي عندنا، ما عندناش شي خونا اخر. لا اله الا الله. والوالده ديالي دابا ملي كتقتل كي وداك الشيء، انا كنحاول ما امكن نصبر راسي باش ما نبكيش، ولكن ملي كنبكيش كتبقى تقول لي انت قلبك قاصح علاش ما كتبكيش، كنقول لها البكا ما يجيب له والو. اييه بنتي. قلت لعمي الحاج خصنا عين ترحموا عليه ونرحموا. اييه بنتي. وعاد
وعاد سؤال اخر قالت لي البارح ملي مشينا نزوره في الروضه وداك الشيء حيت عاد الجمعه ديالو الاولى اليوم قالت لي خصنا نعملوا صدقه بالسكسو قلت لها واقيلا كيجوز انك ديرها وخذ الكر ما تعرفي الحاجه ولا لا اييه واخا بنتي هذه واخا بنتي هذه شكرا لك الله يرحم الوالدين الله يجزيكم الصبر لله هذه الله يجزيكم الصبر ديال الانبياء والمرسلين ما سهلاش ان عندكم وليد واحد وغادي يموت بالبوطه في الدوش اختناقا هذه فرصه كنبغي نقول الناس دائما ياخذوا احتياطات اللازمه في العمليه ديال الدوش داخل البيت حتى ديك السخانات راه كاين فيهم انواع هناك انواع اللي ماركه جيده واخا كتكون غاليه في الثمن ولكنها فيها ضمان السلامه والامان صمام امان ولكن كاين بعض الناس يميلون ياخذوا واحد الماركه ربما كيلقاوها في السوق رخيصه الله يحسن العوان الا انها الجوده ديالها ناقصه وبالتالي كيقدر يوقع تسرب ديال الغاز وكنسمعوا دائما في الاخبار مجموعه ديال المواطنين يذهبون ضحيه ديال هذا التسرب الغاز من البوطه ديال الدوش فالانسان ياخذ المزيد من الحذر والحيطه كنبغي نقول لك لاله هديه بان الاخ ديالك راه كيتسمى شهيد الموت اللي كتجي هكذا بغته شهيد وسيدنا النبي تكلم على الشهداء اللي كتجيهم واحد الموته غريبه ذكر منهم في روايه خمسه وفي روايه ذكر 12 واحد وذكر من بينهم الغريق اللي كيغرق في البحر او في النهر وذكر الحريق اللي كيتحرق بالنار لسبب من الاسباب وذكر من سقط من علم سقط من مكان مرتفع ثم توفي يسمى شهيد وذكر المرأة عند الوضع المرأة إلى وقع لها مونك دوكسيجين مثلا أو شيء خطأ طبي وماتت وهي تلد تسمى شهيدة وسمى المبطون الذي مات بمغص في بطنه ويقاس عليه مريض السرطان وأي واحد عنده مرض عضال مات به يسمى شهيد عند الله وغيرهم من مات اختناقا يسمى شهيد خنقا وكذلك من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد كي دفع على رأسه ثم أدركه الموت كل هؤلاء كيتسمى شهداء إن شاء الله يكون الأخ ديالكم في عداد الشهداء وقل الوالدة ديالك قل لها راه الموت لقاء فراق ولقاء الموت فراق ولقاء كنتفارقوا باش نعاودوا نتلاقاو من جديد راه ما كاين والو عندكم تسحبوا شي حاجه كبيره راه غير ربنا عز وجل يتنزه في ملكه راه ملي كيجي البعث والنشور راه غنسحبوا نفوسنا غير كنا ناعسين وطولنا في النومه نومه عميقه وحنا كنا محتاجين نعسوا الكثير من المواطنين عندهم نقصان في النوم ربي عز وجل غادي يعطينا واحد النومه عميقه في القبر غنرتاحوا غتنعس مزيان وملي غتفيق غيسولوك غتقول لهم لبثت يوما او بعض يوم لبثت يوما او بعض يوم وملي غتفيق من القبر ديالك غتقول الحمد لله الذي ايقظنا من مرقدنا وغتقول تما كيوقع اللقاء اللقاء بين الاحبه الموت فراق ولقاء فاحنا الحزن طبيعي الفطره الانسانيه اللي فيه الرحمه راه كيبكي سيدنا النبي لقى واحد الرجل اعرابي مات له ابنه ولا يبكي قال لي لما لا تبكي قال لي انا ما كنبكيش قال لي الدليل على ان قلبك ما فيه رحمه اللي قلبه فيه الرحمه كيبكي ولكن البكاء ما خصوش يكون متجاوز الى تجاوزنا البكاء كيعود واحد النوع من عدم الرضا بقضاء الله سيدنا النبي ملي مات ليه ولده ابراهيم عليه السلام وكان صبي صغير وكان عزيز عليه وكان فرحان به مات ليه بقى عنده عامين ونص وبكى سيدنا النبي ولكن بكاء خفيف بكى ثم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون كدوز واحد ثلاثة أيام أربع أيام كنحاول نسوا هذا الحزن لكن ننخرط في العمل الصالح نقول مثلا لا هدية الأخ ديالك توفى ما الذي ينفعه واش بكائي وحزني لا البكاء والحزن الشديد غادي يؤدي إلى اكتئاب داخل الأسرة اللي غادي ينفع الأخ ديالنا هو نترحم عليه مثلا ممكن اقتني مصحف ناخذ واحد المصحف شريف ونبدا نقرا وارسل اليه تواب سلكات نقول غندير ختمه ديال القران سلكه القران واهديها اليه فيها رحمه وبركه او تسبيح شي تسبيح ما كنذكر نذكر ونهدي ليه نتوضا نصلي ركعتين ونهديهم ليه الوقت اللي شعرت بالحزن باش غنطفي الحزن راه ما سهلاش
راه طرف من الكبده كيتقطع، راه النار غاديه في القلوب والصدور. باش غنط في هذه النار نوض نتوضا، نصلي واحد الركعتين ونهديها للفقيد او للفقيده، وكذلك نصوم بعض الايام ونهديها اليه، نقوم الليل ونهديها اليه، نختم القران ونهديها اليه، ولا تمكنت كاع ندير العمره او الحج. كما قال لك الصحابي الجليل: ان امي قد ماتت ولم تحج، افاحج عنها؟ قال: ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله اولى. يعني كل هذا ينفع الميت. والقضيه ديال الصدقه بنتي هديه تقدر تكون بالمال او بالخبز او تكون بالكسكسو. احنا المغاربه اعتدنا اللي عنده مناش راه كيدير يوم الجمعه القصعه ديال الكسكسو. علاش؟ الناس الغرباء، كاين عابري السبيل، كاين بعض الخدامه في بعض القطاعات عندهم الضغط، خدامين بالعطش، فمن اللي كيلقى واحد قصعه كسكسو مع الظهر مع صلاه الجمعه راه كيفرح. هذه عاده جميله عند المغاربه، وحنا قلنا جميل ان نحافظ على العادات والتقاليد اللي هي حسنه، وخاش ماشي من الدين، لكن هي تقاليد حسنه حتى ربي امرنا بالحفاظ عليها. قال لنا: وامر بالعرف، العرف الحسن. هذا عرف جميل المغاربة كانوا اعتادوا عليه. اللي بغى يدير شي صدقة كيديرها بالكسكسو، وكيدير نهار الجمعة، إما كيجيب الحباب عنده للدار ياكلوا ويشربوا ويديروا واحد الفاتحة للفقيد، وإما كيهز ديك القصعة وكيديها لعتبة الجامع. كيجوا بعض الناس الفقراء والمتسولين وعابري السبيل راه كياكلوا منها، ولا كيديها لشي ورش ديال شي بناية مساكن خدامين بالعطش، كيحطها لهم مع كياكلوا غير المطيش والبيض نهار الجمعة، كيلقاو ديك القصعة جاتهم رحمة وجاتهم كرامة، أو شي ناس خدامين كارديانات أو غير هذا حراس في وضعية صعبة أو غير ذلك، كله في منفعة. واللي ما قدرش راه كيتصدق بالخبز، وكاين كيتصدق بالمال، وكاين كيتصدق بالتيني والزيتون بالشريحة، هذا معتاد عند المغاربة. علاش؟ لأنها تدخر. كاين دابا الطعام الذي لا يدخر. دابا تصور واحد صدقت عليه بالعنب، أو تصدقت عليه مثلا بالبرتقال او باي ماده او بالخبز، دايا غادي خصو داك النهار يستهلكو، واذا ما استهلكوش داك النهار غادي يرميه من بعد. لكن التين والزيتون معروف ان المغاربه كانوا كيتصدقوا به، الشريحه وغيرها كتبقى واخا ما ياكلهاش اليوم كتبقى عنده مدخره. واسال الله تعالى ان يرحم جميع امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.